احمد، كابتن احمد عادل، يعني شايف ان التغييرات دي ما فكرتكش بحاجه؟ لا، انا بشوف ان مستر موسيماني كوبي من مستر مانو جوزيه. شخصيه، نتائج. انا بشوف ان نتائج مستر موسيماني مع النادي الاهلي حتى في المباريات الكبيره، انا بشوف ان هي ارقام مرعبه مرعبه جدا، سواء على مستوى بطوله افريقيا او سواء على مستوى الدوري. راجل كسب كل البطولات اللي دخل فيها. طبيعي، انا بقول له من هنا، طبيعي مستر موسيماني ان انت ماسك اكبر نادي في افريقيا وفي الوطن العربي، طبيعي ان انت هتتعرض لانتقاد بحجم كبر النادي وتاريخ النادي، اكيد هتتعرض لانتقادات. لكن هنا مهم داخل النادي الاهلي، او السياسه اللي كانت داخل النادي الاهلي، او اللي احنا اتعودنا عليها، ان انت مدرب لاعب جهاز لازم تتحمل الضغوط. لكن زي ما انت بتشوف يا كابتن اسلام في المباريات، كل ما هتقرب من نهايه الدوري كل ما الضغوط هتزيد. بنشوف دكه النادي الاهلي كله اللي بره حاسس ان هو عايز يخش جوه يلعب. دي روح الفانيلا، وما فقدناش الامل لحد اخر دقيقه. يمكن ناس كتير جدا وقربها، يعني زمايلي او اصدقاء شخصيين ليا بيشجعوا نادي الزمالك. عايز اقول لك كابتن، لقيته امبارح بيقول لي انا في الدقيقه 88 او داخل على 90 انا نزلت من البيت، لان انا عارف النادي الاهلي هيجيب في الدقيقه 90. فعلا وفعلا فعلا ده حصل. وفي اكتر من مباراه، ودي حاجه مش جديده، دي حاجه مش جديده على النادي الاهلي. زي ما كنا موجودين وبيقول لك العب لحد صفاره النهايه، كنا فعلا بنحقق المكسب في الدقائق الاخيره. ودي روح الفانيلا، ودي السياسه اللي ماشي عليها والنهج اللي ماشي عليه النادي الاهلي. لكن هنا الحظ ممكن يلازمك مره مرتين، لكن مش هنقول حظ، هنقول توفيق. لكن جهاز شغال على عامل التوفيق كويس، لعيبه شغاله على عامل التوفيق كويس. لما ربنا بيكرمك في الدقيقه 93 وعلى مدار مواسم كتير جدا ربنا بيكرمك في الدقيقه بعد التسعين، لا هنا شغالين على عامل التوفيق بشكل كويس، مش حظ. الكره ممكن تديك الحظ بعض الوقت، لكن مش في كل وقت. لكن انا بشوف الحاجه الايجابيه اللي شغال عليها الجهاز واللعيبه هي عمليه الفير بلاي من الجهاز الفني، ان اي حد موجود بيلعب، اي حد موجود بيلعب. انت مش موجود معاك اكرم توفيق، مش موجود معاك الشناوي، لكن بتحقق المكسب. نفس السيناريو الماتشات، نفس سيستم اللعب. فدي حاجه تحسب لمستر موسيماني، وحاجه تحسب للعيبه والروح طبعا اكيد.